تعتبر فترة التحضير للبطولة من أهم الفترات بالنسبة للاعبين المشاركين في بطولات بناء الأجسام، حيث ستحدد هذه الفترة مسار اللاعب في البطولة وقدرته على تحقيق الفوز بإحدى الميداليات الثلاث. للحديث عن هذه الفترة في فقرة هنا الفجيرة. نعم مشاهدينا، دعونا نرحب معا بضيفنا في الاستوديو الكابتن ياسين جابر شحاتة، وهو لاعب بناء أجسام محترف في فئة الفيزيك. أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا وسهلا يا مرحبا بك، شرفت ونورت. الله يبارك في عمرك. الله يسلمك يا رب. بداية كابتن، نود أن نتعرف معك على تفاصيل حضورك في بطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الأجسام مستر وميسيز وورد. طبعا في البداية بحب أشكر حضرتك. العفو، الله يسلمك. بطولة الفجيرة، وبشكر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي على المجهود اللي تم في البطولة. تعتبر البطولة دي يعني هي أهم حدث في العالم، وكون إن هو يتواجد في إمارة الفجيرة فدي حاجة عظيمة جدا. والحمد لله كان المستوى بتاع البطولة وتحضير البطولة كان على أعلى مستوى، من تنظيم لحضور جماهير، فكان الحمد لله رب العالمين حاجة مشرفة جدا لينا كعرب. الحمد لله رب، بخصوصا ان كان جالنا لعيبة من كل دول العالم، فحاجة مشرفة جدا. وكانت إمارة الفجيرة طبعا مستضيفة نعم لحدث ربك كبير جدا. نعم. فأنا احنا كان كنت من ضمن التيم بتاع شركة راعية في البطولة. نعم. شركة سايتك. كنا الحمد لله معنا بعض اللاعبين الحمد لله، وكان الحمد لله حالفنا الحظ ان احنا يكون عندنا ميداليات وعندنا كروت. نعم. احتراف يعني. طيب لو تكلمنا عن رايك لمستوى اللاعبين ايضا الذين شاركوا في بطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الاجسام مستر وميسيز وورد. المستويات كانت مستوى قوي جدا، لان البطوله دي بتتعمل يعني على مرات قليله جدا في السنه. نعم. فكل لاعب بيبقى مستني اليوم دوت، لان بيجهز طول فتره السنه ان هو يطلع اكتر حاجه عنده ويبذل اقصى مجهود عنده عشان يكون على قد الحدث. فكان مستويات ما شاء الله قويه جدا، بالذات من اللعيبه العرب. الحمد لله عندنا محترفين صعدوا خدوا كروت احتراف ولعبوا مع المحترفين، فكان مستويات قوية جدا 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 ما شاء الله. نعم كابتن، انت لو لاحظت حتى في بداية حديثنا عن هذه الفقرة تحديدا، عنوان الفقرة هذه كان تحديدا عن فترة التحضيرات لأي بطولة. طبعا. فكيف تكون فترة تحضيرات اللاعبين الخاصة ببطولات بناء الأجسام ومدى أهميتها؟ أهميتها بتبقى، بص، هي بتنقسم لثلاث أجزاء. نعم. الجزء الأولاني اللي أنت بتبقى عامل فيه، بتبقى طالع بتعمل فيه البلك بتاعك اللي أنت بتعمل فيه الحجم بتاعك، فدوت بيبقى مثلا مش أقل من 4 أو 3 شهور. والجزء الثاني اللي أنت بتبدأ الثلاث شهور التانيين اللي أنت بتبدأ تشوف مستواك وصلت فيه فين، وبناء عليه بتحدد الثلاث شهور التانيين اللي أنت بتبدأ تنشف فيهم أو توصل لمرحلة الديفينيشن فيه. ففترة التحضير دي بتبقى أهم فترة بالنسبة للاعب، بالذات آخر فترات. يعني هي كل الأجزاء دي بتنقسم، بالذات بقى يعني آخر فترة دي اللي هي بتبقى آخر شهر، دي اللي بتحدد كل حاجة أنت عملتها على مدار السنة. نعم. من نتيجتك، زي ما بيقول اللي ذاكر ذاكر واللي خلاص، يعني الامتحان بيبقى باين من العنوان، بيبقى باين من أوله. صحيح. بيبقى اخر فتره في التحضير دي اهم فتره في السنه كلها، بناء عليه احنا بنعرف احنا هنوصل فين، رايحين فين. ففتره التحضير دي بتبقى قاسيه جدا، من اكل الكارديو، تمرين شاق جدا. انت بتبدا تتمرن بعض الاوقات 3 مرات في اليوم. انا قبل شوي كنت بسالك شو المفروض يسويه اللاعب في هالفتره تحديدا. اللاعب في فتره التحضير بيبقى كل تركيزه وكل همه ان هو يدخل سعرات معينه في جسمه عشان يعرف بناء عليه يوصل لدرجه نشافه قويه جدا. نعم. وبالذات لو هو لاعب محترف، فكل سنه بيبقى بالنسبه له عايز ان انا اطلع اكتر حاجه عندي.
فلو انا لو انا كنت بتمرن في الاول في اول فتره ساعتين في اليوم، فلا بعديها بشهر ولا شهرين كل ما الماتش بيقرب كل ما الجهد بتاعك بيزيد اكتر، كل ما تمرينك بيزيد اكتر، كل ما اكلك نفسه بينشف اكتر. لو انا بدخل صوصات ولا حاجه لا بقطعها. لو انا الكارب بتاعي مثلا حسب درجه المستوى بتاعي، لو انا الكارب بتاعي مثلا عالي انا ببدا اقلله، اعمل كارب سايكل. الدهون بتاعتي ابدا ادخلها بمعايير، فبيبقى الموضوع دقيق جدا. بتبقى طبعا محتاج تحت اشراف مدرب يكون طبعا واخد باله منك جدا، بيبقى عينه عليك كل لحظه، واخد باله من تفاصيلك، درجه الميه في جسمك قد ايه، درجه الدهون قد ايه في جسمك، العضلات بتنمو ولا لا، جسمك بيستجيب للحرق ولا لا. الفتره ديت بتبقى محتاجه جهد وتركيز، وطبعا الله يكون في عون اللعيبه يعني. نعم. طيب المده الزمنيه يا كابتن اللي يعني يستغرقها او اللي يحتاجها لاعبين بناء الاجسام للتحضير ما قبل البطوله؟ بص، هي مش كل اللعيبه زي بعض. تتفاوت يعني. بتتفاوت، ومش كل مستويات اللعيبه زي بعض، وفي لاعب هاوي وفي لاعب محترف. يعني احنا عندنا اللاعب الهاوي بيبقى عنده عايز يشوف مستواه فين، عايز يشوف هو واقف في انهي صف على المسرح، انا فين مكاني. فانا بالنسبه لي ممكن اللاعب الهاوي تحضيره يبقى 3 شهور. نعم. حسب برضو درجه استجابه جسمه. لو لاعب محترف لا، انا طول السنه على الخط، انا طول السنه اكلي دايت، كل طول السنه انا جاهز، اللي هو انا الشهر الجاي هلعب ماتش، طول السنة أنا تحت التمرين، تحت الدايت، كل طول السنة أنا ممكن التليفون يجي لي برسالة من الكوتش بتاعي، يلا جاهز، إحنا الشهر الجاي إحنا جاهزين، إحنا عندنا ماتش. فاللاعب المحترف بيفرق تجهيزه عن اللاعب الهاوي طبعا. طيب خلنا نروح للصعيد الشخصي للكابتن ياسين، منذ متى وأنت تمارس رياضة بناء الأجسام؟ ولماذا ايضا ليش اخترت هذه الرياضه تحديدا؟ بص، هي اللعبه دي لعبه ادمان، انت بتحب دايما تشوف نفسك في احلى حاجه. فانا بالنسبه لي او بالنسبه لاي واحد بيحب كمال اجسام بيحب نفسه يشوف شيء معين في نفسه، فما بيعرفش ان هو يعني نظرته تتغير. لو مثلا حسيت ان انا جسمي قل شويه ولا التيشيرت بتاعي وسع عليا شويه، لا نفسية ممكن ما اكلش، ممكن الواحد يبقى تعبان نفسيا بسبب كده. فاللعبة دي بالنسبة لنا ادمان، يعني ممكن ما يكونش فيها حاجة، ممكن ما يكونش وزني يكون ثابت وعضلاتي ثابتة وكل حاجة وما اتمرنش يوم، لا اقول ان انا كده، لا انا كده بوظت كل حاجة وكل حاجة باظت وارجع اتمرن اكتر. حتى لو يوم؟ حتى لو يوم. والله ساعات بتيجي عليا فترات اكلة، اكون مثلا عامل مثلا اليوم بتاعي المفتوح مثلا واكل اكله مثلا فيها حله سنه صغيره ولا حاجه، احس بقى ان انا غيمت وعبيت ميه وبتاع وانا زي ما انا. فهي الدنيا اللعبه دي لعبه يعني هي فيها نفسيه شويه، بترفع معاك وتنزلها معاك. انا بمارس اللعبه ديت من وانا عندي 15 سنه. ما شاء الله. انا كنت بلعب كوره الاول بس ما حلفنيش الحظ في الكوره، ف لقيت جسمي بيستجيب في الجيم، ولقيت ان تشجيع من كل اللي حواليا انت جسمك كويس، خصوصا ان انا من عيله رياضيه، من الجد للخال للعم للاب ما شاء الله. فيعني انا عيلتي كلها رفع اثقال وقوه بدنيه، فالحمد لله يعني اخترته وكملته لحد ما وصلت الحمد لله لحاجه ما كنتش يعني كنت بتمناها من زمان جدا جدا، وربنا وفقني ان انا اخدها في البلد هنا. الله يسلمك وانت تستحقها، لان في الاخير لكل مجتهد نصيب. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب حدثنا عن ابرز البطولات اللي شاركت فيها والانجازات ايضا اللي حققتها. ابرز البطولات، انا لعبت في مصر بطولتين، كان بطوله جمهوريه وبطوله اسمها بطوله احمد علي، اخدت فيهم اوت يعني ما حصلش حاجه. بعد كده سافرت الكويت لعبت بطولة بلاتينيوم، خدت فيها اوت، خسرت. بعد كده توقفت عشان الكورونا، توقفت 3 سنين ما لعبتش خالص. بعد كده جيت السنة اللي فاتت
على بطولة دبي برو. قلت كلمت الكابتن بتاعي وقلت له يلا بينا نحضر. كابتن عمار الخضرة أوجه له التحية طبعا، يستحق. الراجل دوت صاحب فضل عليا كبير جدا، داعم في كل حاجة. قال لي يلا بينا نشوف نفسنا، نشوف احنا فين. ونزلت الحمد لله حققت مركز تاني من بعد توقف طبعا 3 سنين او 4 سنين، ومركز رابع. لعبت فئتين، نعم. ومن هنا عرفت انا فين، عرفت مكاني فين وسط الابطال وسط اللعيبة. حددت نقاط الضعف بتاعتي، بدأت اشتغل. بدأت من ساعة هي الماتش ده كان في شهر 10 اللي فات، من ساعة شهر 10 وانا نزلت رجعت مصر وانا شغال على نقط الضعف اللي عندي ونقاط القوة اللي عندي، شغال عليهم جدا. كان عندي شوية دفوهات كده لحد ما الحمد لله رب العالمين عدلتها، نعم. ووصلت لمستوى كويس الحمد لله، ربنا رضاني فيه وحصلت بيه على المركز الأول هنا ميدالية ذهبية. الذهبية نعم. الحمد لله رب العالمين. ولعبت على كارت الاحتراف وربنا رضاني الحمد لله رب العالمين، وكسبت بكارت الاحتراف وبقيت لاعب محترف الحمد نعم لله ما شاء الله الحمد عليك، لله. تستاهل. طيب انت ما شاء الله الكرت هذا كرت الاحتراف، عطنا تفاصيل حصولك على هذا الكرت، كيف كان؟ كارت الاحتراف دوت بيبقى عبارة عن ان حضرتك بتبقى لاعب محترف في اتحاد البروليج، اتحاد يعني يعتبر زي نفس اللعيبة كابتن بيج رامي او وكابتن حسن مصطفى، كل اللعيبه المحترفين او الفيل هيز او روني كولمان، كل دول فئه البرو ليج محترفين. كارت الاحتراف دوت لازم حضرتك تحصل على المركز الاول في الفئه بتاعتك. بعد كده الفئات كلها في نفس الفئه الاوائل بيلعبوا مع بعض، وبيطلع منهم الفائز بياخد الكارت الاحتراف، هو دوت اللي بيبقى الاوفرول. نعم. طيب بعد نجاحك ما شاء الله الأخير في بطولة دبي برو، شو طموحك كابتن ياسين اللي تسعى لتحقيقه؟ أولمبيا إن شاء الله. هذا طموح أكبر طبعا صح؟ لا طبعا طبعا، دي حاجة مستوى كبير جدا. أنا في نفس اليوم دوت، في نفس اليوم اللي أنا حصلت فيه على الكارت، أنا لعبت محترفين، لعبت مع المحترفين. كان الكابتن أنا قلت له بلاش بلاش نطلع نلعب مع المحترفين، وهيبقى قال لي لا العب العب كمل. قلت له يا كابتن عمار الوضع انا يعني فين وهم فين؟ قال لي العب، انت بقيت زيهم، انت لاعب محترف وهو محترف، انزل وشوف نفسك انت فين. طبعا لعبت الحمد لله، شلت الرهبه من قلبي طبعا، لان في فرق لما تكون انت لاعب لسه هاوي وتبقى محترف وتبقى تنزل كمان تلعب مع المحترفين، فدي حاجه قويه جدا طبعا. فنزلت ولعبت معاهم والحمد لله شفت نفسي وسطهم وحسيت ان انا موجود معاهم وانا واحد منهم كمان، حسيت الموضوع ما فيش رهبه ولا حاجه اللي انا كنت حاسسها في الاول. فاللي جاي بقى ان انا هبدا اركز على اولمبيا زي ما كنت مركز على الكارت. لا انا طموحي بقى اكبر دلوقتي، ان انا ابقى في اولمبيا وسطهم في 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 معقلهم. طبعا عشان اوصل لاولمبيا لازم اكسب ميداليه ذهب مع المحترفين. نعم. الاول كان تجميع نقاط. نعم. انما دلوقتي لازم تكسب ماتش واحد عشان تلعب محترفين. نعم. يعطيك العافية صراحة حبيب. ما شاء الله عليك، يعني أنا أشوفها قصة طموح، قصة الحمد لله. جهد من بعد يعني استبعاد من البطولة وتوقف فممكن لو حد كان في مكانك كان ترك اللعبة هذه نهائيا فعلا. أصلا، ولكن أنت أصريت بالعزم والأمل بالله سبحانه وتعالى دائما، ومن تأمل بالله ما خاب أكيد أبدا والله. عمره ما يخيب. السنة دي كانت سنة صعبة جدا علي في كل حاجة، كل حاجة حرفيا. نعم. السنة دي تعتبر خسرت كل حاجة فيها، خسرت شغلي، خسرت ناس كتير كنت بحبها، خسرت كلام في حقي، بس الحمد لله ربنا رضاني وفضلت شغال. يعني أنا فضلت قاعد مثلا من شغلي أكتر من 4 شهور. نعم. مفيش دخل، بس أنا شغال تمرين وشغال شغال على الهدف اللي أنا عايزه الحمد لله رب العالمين. طيب برأيك كابتن ياسين شو هو سر النجاح الكبير اللي أصبح يحققه اللاعبون العرب في رياضة بناء الأجسام في الفترة الأخيرة؟ دائما نسمع احنا، أنا أتوقع أن العرب وصلوا لمرحلة
اذا ما كنت بالغ يعني ان تفوقوا حتى على الاجانب اصلا فعلا. ما ده حصل فعلا، وهذا حاصل، ده حصل احنا فعلا نتكلم على مستوى العالم حضرتك. يعني عندنا يعني مثال بيج رامي واخد 2 اولمبيا من وسط مين؟ من وسط ابطال عالم، من وسط دعم كبير جدا للاجانب وللغرب من اللعيبه بتاعتهم بالمليارات. يعني اللعيب ده اللعيب الاجنبي الامريكي ولا البريطاني ولا الالماني بتصرف عليه ميزانيه دوله. وعندنا الحمد لله رب العالمين الكابتن بيج رامي عمل دوت وخد منهم 2 اولمبيا. وعندنا لعيبه كتير طالعين الاولمبي بيكسبوا، ما بي يعني ما بيلعبوش هنا في المنطقه العربيه، لا احنا بنروح هناك في امريكا وبنطلع انجلترا بنلعب ماتشات هناك وبنكسبهم. فما فيش احنا بالنسبه لنا الحته الفكره ان احنا لا ده اجنبي وده دعم واحنا ايوه هم متقدم احنا هم عني متقدمين، لا احنا بقى خلاص شلنا الفكره دي خالص. حتى في البطوله اللي احنا كنا بنلعب فيها دي كان معانا اجانب كتير والحمد لله تفوقنا عليهم يعني. الحمد لله. فالشباب العرب ما شاء الله ربنا يبارك يا رب بدعم طبعا قيادتنا جميعا، قادرين ان احنا نعمل كل حاجه. أكيد يعني لا أخفيك سر، أنا ويمكن بعض السادة المشاهدين نود أن ندخل في عالم بناء الأجسام، وكونك ما شاء الله عليك لاعب محترف فأكيد أنت تملك النصائح الكبيرة والكثيرة لتقديمها للناس المبتدئين في بناء الأجسام، فشو نصائحك؟ أهم النصائح طبعا. أهم النصائح طبعا أن كل لاعب دلوقتي هي بقت هبة اللعبة، بس انا بقول لكل اصحابي خلي بالكو ما تسلمش لاي مدرب، لازم تبقى تحت مدرب متخصص، لازم تبقى عارف المدرب دوت معاه لعيبه ايه تاريخه، لان في يعني مش هقول يعني بعض المدربين عايزين يستفيدوا ويعملوا اسم على اللعيبه بيستغلوهم في بعض الحاجات. فأتمنى إن كل لاعب يكون واخد باله وعارف الطريق، ما تحضرش مع نفسك. صح. يعني في لعيبة بتحضر مع نفسها يقول لك أنا أخش على اليوتيوب أعرف كورس ولا أعرف أعمل إيه، ما ينفع، ما ينفعش، لازم تبقى تحت مدرب متخصص وفاهم. نعم. وفاهم هو بيعمل إيه، لأن هي درجات مراحل. يعني أنا جيت من مصر قعدت جيت قبل البطولة ب5 أيام حجمي كان زايد 5 كيلو عن الماتش، الكابتن ما كانش شايف لان احنا بنتابع اونلاين، ما كانش شايفني كويس، التليفون الصوره بتبين حجم صغير بالضبط، شافني اتخض، الخطه اتغيرت كلها بقى. انا دخل عليا الاكل ده بقى النص، الميه بتاعتي بقت النص، بقت ده يعني بيقول يعني انت مثلا ايه اكنك بتسقي زرع بالقطار. اوف. فكل حاجة اتغيرت، فلازم تبقى انت تحت اشراف مدرب محترف فعلا، عارف ان هو ايه اللي هيعمله معاك، ايه اللي انت هتستفيده، ايه اللي جسمك هيستفيده، لان الاجسام كلها زي ما قلت لحضرتك قبل كده بتختلف. وبلاش نحضر مع نفسنا، بلاش، لازم نبقى واخدين بالنا من كده. نعم. انا سعدت جدا بتواجدك. شكرا. الله يبارك لك يا رب. سعدت بقصة الطموح صراحة والكفاح اللي كانت معك واللي كنت تحملها، وهذه اكيد شهاده المفروض انك انت تضعها على صدرك وتعلمها للي بعدك ان شاء الله. اكيد شاء الله. الكابتن ياسين جابر شحاته لاعب بناء اجسام محترف في فئه الفيزيك، شكرا جزيلا لك شكرا على تواجدك معي. الله يبارك في عمرك. شكرا. شكرا.